التي لم تبح بها المباراة بعد. يجب تجنب الخسارة اليوم. بيلينغهام، كيليان مبابي، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. عليه أن يستغل هذه الفرصة. ميسي يفكر في كيفية استغلال فرصة لمساعدة فريقه. مبابي، يا الله على هذه اللقطة، يا له من هدف، يا لها من لقطة، يا لها من لحظة رائعة في كرة القدم. أي هدف وأي لاعب وأي كورة في المرمى هنا. روعة 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 من اسم كبير.